والولايات المتحدة الأمريكية بدأت بالإعداد بشكل جدي لتوجيه ضربة خطيرة لإيران، وهذا من خلال مناورات بدأتها الولايات المتحدة الأمريكية اليوم مع إسرائيل. نشرت تفاصيل هذه المناورات العسكرية الجوية الخطيرة التي ستستمر لمدة 3 أيام عن طريق العديد من المصادر. واحدة من هذه المصادر هي The Cradle ستكون، وبدأت هذه التدريبات والمحاكات لتوجيه ضربة ضد إيران اليوم كما تحدثنا، ستكون اليوم وغدا وبعد غد. وهذه باختصار المحاكات التي تأتي والتي نتحدث عنها الآن، هي تأتي مباشرة لضرب المنشآت النووية الإيرانية من أجل سحق هذه المنشآت النووية، خاصة وأن إيران مؤخرا كانت قد أعلنت عن عملية رفع تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو إلى 60%. بدأت تخصب اليورانيوم بهذه النسبة العالية الآن في منشأة فوردو، وهذا يعني بأنهم بدأوا يخصبون في هذه المنشأة بهذه النسبة، وأن أساسا لديهم تخصيبا لليورانيوم بنسبة 60%. أيضا في منشأة ناتانز هذه المرة أصبح العالم أمام منشأتين يتم فيها تخصيب اليورانيوم بهذا الشكل العالي، وهذا يعني بأن إيران على بعد خطوة واحدة فقط من أجل رفع تخصيب اليورانيوم للوصول إلى التخصيب بدرجة 90%، وهي درجة الوصول للقنبلة النووية. وهذا الأمر وهذا التحرك هو الذي جعل الولايات المتحدة الأمريكية أن تبدي عن قلقها، وبعد أيام أعلنت بأن هنالك محاكات وتدريبات ستقوم بها، وكأنها تتجه مباشرة بالطائرات الخاصة بها هي وطائرات الإسرائيلية مباشرة لضرب هذه المنشآت النووية وإنهائها. وبالتالي هم يتدربون بالفعل وكأنهم يحلقون تجاه هذه المنشآت النووية، وهذه التدريبات هي تأتي بالطريقة العكسية تماما. هم يتدربون فوق البحر المتوسط كما جاء في هذه التفاصيل بنفس المسافة المقطوعة التي يبحثون عنها والسيناريو الذي يبحثون عنه من أجل تدمير هذه المنشآت النووية بالتمام والكمال. ودائما ما هنالك أسئلة تطرح، من الذي سيكون خلف الضربات على المنشآت النووية وتدميرها بالكامل؟ هل هي إسرائيل كما اعتدنا في السابق كما فعلت مع العراق ومع سوريا، أم إن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تبحث أن تكون منفذة لهذه الضربات؟ الطرفين سيشتركان، ولكن من هو الأكثر قدرة على تدمير هذه المنشآت النووية؟ وهذا هو ما سيسهل علينا فهم طبيعة المحاكات والتدريبات التي يقومون بها. بالنسبة للإسرائيليين، فما يمتلكونه من قنابل من أجل تدمير هذه المنشآت، يمتلكون هذه القنبلة وهي GBU-28 مخترق القبوم. ممكن أن تضرب منشآت تحت الأرض، هذه القنابل تحصلوا على 100 منها في عام 2005 من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن يبدو بأن هذه القنبلة لا تؤدي الغرض المطلوب لتدمير المنشآت النووية، وتحديدا عندما يتم الحديث عن المنشآت النووية الإيرانية الموجودة تحت الأرض. خير دليل على هذا الأمر هو ما جاء من العام الماضي من تصريحات من هذا الرجل، وحقيقة نصيحة للإدارة الأمريكية، وهو دينيس روز أحد المستشارين في معهد واشنطن على بلومبرغ. منتصف العام الماضي كما تلاحظون قام بالطلب من الإدارة الأمريكية بأن تقدم هذه القنبلة GBU-57، هي قنبلة أكثر تطورا من القنبلة التي تمتلكها إسرائيل. سلموا هذه القنبلة لإسرائيل أيها الأمريكيون مع هذه الطائرة، وهي طائرة B-2، فهذه القنبلة ممكن أن تحملها طائرتين فقط، هي B-2 والB-52. بالتالي هو طلب تسليم هذه القنبلة وهذه الطائرة لإسرائيل، وذلك لردع إيران من التفكير من الوصول للقنبلة النووية. بمعنى آخر، يا إيران إن فكرتي من التخصيب بنسبة 90% أو الوصول للقنبلة النووية، فإسرائيل تمتلك هذه الطائرة وتمتلك هذه القنبلة، ولكن لا هذه القنبلة ولا هذه الطائرة ولا حتى طائرة B-52 سلمتها الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل. بالتالي الولايات المتحدة الأمريكية هي الوحيدة التي تمتلك هذه الطائرات وهذه القنبلة. في شهر أكتوبر الماضي من العام الماضي جاءت ستارز اند سترايبس الولايات المتحدة الأمريكية لتنشر عن الجيش الأمريكي بأنهم أعلنوا عن قنبلة أكثر تطورا من GBU-57 وهي GBU-72. هذه القنبلة أكثر تطورا وأكثر خطورة وأكثر ثقلا عندما تستهدف المنشآت الموجودة تحت الأرض، وهي الأكثر تدميرا طبعا مباشرة بمجرد ما تم الإعلان بهذا الشكل. بـ9 أيام تقريبا البريكنج ديفنس نشرت بأن إسرائيل
طلبت من الإدارة الأمريكية أن تسلمها هذه القنبلة، خاصة وأن هذه القنبلة بحسب التجارب طائرات F-15 قادرة على حمل هذه القنبلة. وهذه كانت صورة للجيش الأمريكي وهو يجرب هذه القنبلة من طائرات F-15، والF-15 هي طائرة تمتلكها إسرائيل، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لم تسلم هذه القنبلة لإسرائيل، لأن القنبلة أساسا لم تدخل في الخدمة حتى هذه اللحظة. بالتالي عمليا الولايات المتحدة الأمريكية هي الوحيدة على ما يبدو مما هو منشور، هي الوحيدة القادرة على توجيه الضربات وتدمير هذه المنشآت النووية إن جاء هذا القرار لضرب المنشآت النووية الإيرانية. كذلك ما يزيد الطين بلة على إسرائيل وما يجعل الأمور مختلفة بالنسبة إليها هو ما جرى منتصف العام الماضي، أو في بالأحرى في شهر سبتمبر من العام الماضي، عندما تحولت عمليات إسرائيل من القيادة الأوروبية إلى منطقة عمليات القيادة المركزية الوسطى، أي بما معنى القيادة المركزية الوسطى هي المنطقة التي يأتي فيها العراق، إيران، باكستان، المملكة العربية السعودية، كل منطقة الشرق الأوسط. أي أن إسرائيل بين عليها أن تبلغ الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما أرادت فعل شيء ليس كما هو الحال في السابق، بأن أمريكا يجب أن تتواصل مع أوروبا لكي تتواصل مع إسرائيل. وبالتالي كانت إسرائيل تقوم بالعديد من المفاجآت، وهذا يعني باختصار أن إسرائيل إن أرادت التصرف بنفسها فهي غير قادرة بسبب أنها تحت القيادة المركزية الوسطى، وعلى هذا الأساس هي غير قادرة على توجيه ضربة مثل الضربة التي وجهتها تجاه مفاعل تموز في عام 1981، أو ضرب المنشأة النووية الموجودة في سوريا، المنشأة السرية في عام 2007. الضربتين لم تبلغ إسرائيل بهما الإدارة الأمريكية، قامت بتنفيذ العملية وعادت من تنفيذ هذه العملية بنجاح. بعد ذلك عرفت الإدارة الأمريكية، الأمر واضح جدا مختلف تماما، بما أن الولايات المتحدة الأمريكية واضح عمليا هي الوحيدة التي تمتلك هذه الإمكانية، توضح لنا طبيعة هذه المحاكاة، والمحاكاة طبعا تفتح العديد من السيناريوهات لتوجيه ضربة ضد هذه المفاعلات النووية. نحن نتحدث بشكل أساسي عن مفاعلي فوردو ومنشأتي فوردو ومنشأة نطنز، بما أن التخصيب عالي للغاية، هذا التخصيب الذي يأتي في هذه المنشآت. بالتالي بالنسبة لهذه التدريبات ممكن أن تأتي من ثلاث طرق على سبيل المثال. هنالك من اقترح من الخبراء من الممكن لهذا الطريق أن يأتي عبر البحر المتوسط، عبر حدود سوريا، وعبر إقليم كردستان، وأن يكون هذا هو طريق الهجوم الذي تتخذه الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل لضرب هذه المنشآت النووية. لكن هنالك مشكلة صغيرة في هذه المسألة، بأن روسيا موجودة على البحر المتوسط وهي لديها رادارات، ومن الممكن أن تعلم مباشرة بمجرد ملاحظتها بالرادارات من رادارات منظومات الأس 400 الخاصة بها وغيرها، تعلم إيران بأن هنالك طائرات تتجه إليك، وبالتالي من الممكن لإيران أن ترفع حالة التأهب لدى منظوماتها الدفاعية من منظومات الأس 300، وبالتالي من الممكن أن تؤدي بشكل أعلى وتتحسس بشكل أعلى من أي طائرة ممكن أن تكون قادمة تجاه المنشآت النووية، وممكن أن ينقذ هذا الأمر المنشآت النووية الإيرانية إذا ما تم الأمر بهذه الطريقة. وبالتالي مستبعد تماما أن يكون هذا الطريق هو الذي يتخذ، وها نحن أمام طريقين. الطريق الآخر هو يكون بهذه الطريقة عبر أجواء المملكة العربية السعودية وجنوب العراق للتوجه لضرب هذه المنشآت النووية، وخاصة المملكة العربية السعودية والإسرائيليين يعتبرون بأن خصمهم هي إيران، وهذا قد يكون هو الطريق المعتاد بالنسبة إليهم، خاصة وأن علينا أن نتذكر في عام 1981 إسرائيل اتخذت نفس الطريق تماما ووجهت الضربة ضد مفاعل تموز. أما الطريق الآخر هو التوجه مباشرة عبر الأجواء العراقية، فالأجواء العراقية والعراق لا يمتلك لا منظومات دفاعية ولا منظومات رادارية قادرة على ضبط أي شيء، وبالتالي ستكون المفاجأة حاضرة تماما أمام المنظومات الدفاعية الموجودة في إيران، وهذا سيسهل الكثير من العمليات بالنسبة إليهم. وبالتالي العمل هنا بأن المسافة طويلة، هذه هي القصة ببساطة. وإذا ما جاءت الطائرات مباشرة ووصلت إلى الأجواء العراقية، عادة نحن نرى في الرادارات طائرات KC-135 Star Tanker، هذه الطائرات هي التي تقوم بتزويد الوقود للطائرات القتالية الهجومية مثل طائرات الشبح F-35، وهنا إسرائيل كما تحدثنا لا تمتلك القنابل الكافية في مسألة توجيه هذه الضربات تجاه المنشآت النووية كما تحدثنا، وهذا يعني أن قد يقتصر عمل الإسرائيليين تحديدا في توجيه ضربات ضد المنظومات الرادارية الإيرانية أو المنظومات الدفاعية، يوجهون ضربات ضد هذه المنظومات، يعرقلون
يغيرون تماما الرؤية على الإيرانيين في عملية رؤية ما هو قادم، وبعد ذلك تأتي طائرة البي 2 أو تأتي طائرة البي 52 الأمريكية لتجد طريقها معبدا وتضرب المنشآت النووية بكل سهولة. ولكن يجب أن ننتبه بأننا في عصر مختلف الآن، الأمور لا تأتي بهذا الشكل المباشر، هنالك أكثر من قاعدة ممكن أن تستخدم، هنالك طائرات مسيرة في عصرنا هذا من الممكن أن تأتي من أذربيجان على سبيل المثال، MQ-9 ريبر وغيرها من الممكن أن تلعب أدوارا ضد المنظومات الدفاعية الموجودة وتدخل من أذربيجان مباشرة بهذا الشكل الذي ترونه، أو أن طائرات البي 52 كذلك أو البي 2 هي ليست مضطرة أن تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية أو من البحر المتوسط لكي توجه هذه الضربة وتقطع مسافة طويلة، ممكن أن تتواجد في الخليج العربي وتأتي من الخليج العربي مرة أخرى بعد عرقلة وضرب المنظومات الدفاعية، وبعدها توجه ما هو مطلوب ضرب المنظومات والمنشآت النووية وتركيعها بالتمام والكمال. تبدو الأمور بسيطة بهذه الطريقة ومعبدة، ولكنها ليست بهذه البساطة، خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها تحفظ على هذه المسألة. المسألة ليست سهلة، هنالك معرقلين يجب أن ننتبه إليها. ما هي هذه المعرقلات؟ هذه المنشآت النووية، ويجب أن ننتبه بالنسبة لإيران فإنها تمتلك، إذا ما كانت هنالك ضربة حقيقية تعرضت إليها، تمتلك صواريخ باليستية، تمتلك فصائل مسلحة في كل المناطق، تمتلك طائرات مسيرة. حزب الله اللبناني يمتلك ما يقارب 50,000 صاروخ بحسب التقديرات الغربية. كانت هنالك تدريبات أمريكية إسرائيلية على مستوى التصدي لهذه الصواريخ، وتدربوا على مسألة تعرضهم ل 1500 صاروخ من حزب الله يوميا لمدة 9 أيام. سيناريوهات صعبة للغاية، ممكن أن تضعهم في مشكلة حقيقية للغاية، بل إن أيضا وجدوا أيضا الخبراء بأن مثل هذه الضربة ضد المنشآت النووية من الممكن أن تضع الدول التي ستسمح بالطائرات الأمريكية والإسرائيلية بالتحرك فوق أجوائها، مثلا المملكة العربية السعودية، مثلا الخليج العربي، أي دولة ممكن أن تنطلق منها مثلا طائرات الشبح أو البي 52، ممكن أن تحملها المسؤولية وتبدأ إيران فجأة بضرب هذه الدول بما أنها أصبحت تهددها وفتحت الأجواء لمثل هذه العملية، وبالتالي لاحظ الزعزعة الكبيرة التي ممكن أن تحدث. قضية مهمة أيضا أخرى يجب أن ننتبه إليها، وهي مسألة تخصيب اليورانيوم لدى إيران. إيران صحيح بأنها تخصب اليورانيوم بنسبة 60% الآن في منشأتين، والأمر تراه الولايات المتحدة خطيرا للغاية، ولكن إيران لم تصل إلى 90% حتى هذه اللحظة، هي لا تمتلك القنبلة النووية، هي لا زالت موقعة على عدد من الاتفاقيات التي تمنع نشر الأسلحة النووية مثل الـ MPT، هذه تحظر انتشار الأسلحة النووية، وهي تتعهد دائما كما حدث قبل يومين، تعهدت الخارجية الإيرانية وقالت ليس لدينا نوايا للوصول للقنبلة النووية بأي شكل من الأشكال، وبأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي انسحبت من الاتفاقية النووية. نحن لم ننسحب من الاتفاقية النووية، كنا نخصب اليورانيوم بنسبة 3.67% فقط، لم نكن بهذه النسبة، مع ذلك نحن نتخذ من هذه 60% نستخدمها في الإجراءات السلمية وليست في الإجراءات العسكرية، وهذا طبعا قد يكون محرجا للولايات المتحدة الأمريكية نوعا ما إذا ما واجهت الضربة في ظل هذه النسب التي ترونها أمامكم، خاصة وأن أوروبا كانت نوعا ما غير متفقة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما انسحب من الاتفاقية النووية، وكانوا يسعون للعودة للاتفاقية النووية ولا زالوا يسعون في هذه المسألة، لذلك القضية ليست بالسهلة، ولكن واضح أن الولايات المتحدة الأمريكية هي تستعد للتسعين بالمئة إذا ما إيران انطلقت للتسعين بالمئة من خلال هذه المحاكات التي نتحدث عنها، وهذه تعتبر ثاني محاكات خلال هذا العام. قبل 6 أشهر كنا أمام محاكات لتوجيه ضربات ضد المنشآت النووية أطلقوا عليها اسم عربات النار، وبالتالي تدريبين في نفس السنة يتجهزون للحظة التسعين بالمئة، هذا على الأقل مما هو واضح. ولكن الأمور بالنسبة لإيران أيضا يجب أن ننتبه اختلفت معها كثيرا، خاصة وأنها أصبحت منخرطة في الحرب الروسية الأوكرانية. الناتو بدأ يجد إيران خطيرا للغاية، وبأنها تستخدم الطائرات المسيرة وغيرها في ضرب البنى التحتية في أوكرانيا، وبدأت تواجه الناتو بشكل خطير، وبعد أقل من 7 أيام من اليوم ستكون درجة الحرارة في أوكرانيا ستصل إلى -10، وهنالك معلومات أوكرانية تحدث عنها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن روسيا
روسيا تخطط لتوجيه ضربات خطيرة ضد البنى التحتية من أجل تركيع الكهرباء، وطبعا جعل التدفئة صعبة جدا في هذه الدولة المهمة ألا وهي أوكرانيا، وهذا ما قد يؤدي لخسارتهم للحرب. وبالتالي مسألة إيران تبدو فيها الكثير من السيناريوهات، ولكن في نهاية المطاف أنت ترى تدريبات مكثفة وترى بأن الأمور اقتربت من الخطر، وهذا هو الأمر الذي أود أن أناقشه.